النقد والنصر لجيش مصر. القاهرة والناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في عملية المواجهة الشاملة ضد الإرهاب سيناء 2018. ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مقاتلو المدفعية يهتفون الله أكبر خلال قصف أوكار الإرهاب. وفد الكونغرس لشكري الدعم الكامل لمصر. البحرية المصرية والفرنسية كليوباترا في البحر الأحمر. الرئيس يشدد على تدريب المصريين في لقائه مع رئيس سيمنز. وإليكم تفاصيل النشرة. يواصل رجال الجيش والشرطة تنفيذ مهامهم القتالية ضمن العملية الشاملة سيناء 2018. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها العاشر عن تصفية 4 عناصر تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة والقبض على 417 من المطلوبين جنائيا، فيما دمرت قواتنا الجوية 5 أهداف للعناصر الإرهابية. ونجحت عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة، كما نجحت القوات في تدمير 244 وكرا ومخزنا و4 كهوف ومخبأ لإيواء العناصر الإرهابية. كما قصفت المدفعية 166 هدفا بشمال ووسط سيناء. وأظهر الفيديو الذي بثه الجيش مقاتلو المدفعية وهم يهتفون الله أكبر خلال عملية القصف ولقطات حية لتبادل إطلاق نار بين القوات وعناصر إرهابية على أعلى أحد المنازل. ونتيجة للأعمال القتالية استشهد ضابط صف ومجندين وإصابة ضابط ومجند. ونعى الأزهر الشريف الشهداء خلال قيامهم بواجبهم الوطني لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وفلوله، مشددا على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة من أجل أن تنعم مصرنا بالأمن والاستقرار، مؤكدا من جديد على دعمه لكل الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من أجل القضاء على عصابات الإفساد والإرهاب. هذا واستعرض سامح شكري وزير الخارجية نتائج العملية الشاملة في سيناء وما يقوم به الجيش المصري من جهود ويقدمه من تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك خلال لقائه مع وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الذي أكد استعداد الولايات المتحدة الكامل لتقديم الدعم لمصر حتى تنتصر في هذه المواجهة. كما أعرب رويس عن تفهمه الكامل للتحدي الذي تواجهه مصر في ملف مياه النيل، مستفسرا عن تطورات موضوع سد النهضة والدور الذي يمكن لواشنطن أن تقوم به لمساعدة مصر وأثيوبيا والسودان على التوصل إلى التفاهمات المطلوبة. في سياق متصل، تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب المشترك كليوباترا 2018 في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة لقواتنا المسلحة، وذلك بالتزامن مع قيام عناصر من البحرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن عملية سيناء لتعزيز إجراءات تأمين المسرح البحري بالبحرين المتوسط والأحمر وحماية الأهداف الاقتصادية ومنع أعمال التسلل والتهريب بمنطقة الساحل. ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر الذي يأتي في ضوء عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. تدريب الكوادر المصرية، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع جو كايزر رئيس شركة سيمنز الألمانية، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال التدريب الفني، مؤكدا حرص مصر على الاستفادة من قدرات الشركة والتطلع لتطوير الشراكة القائمة معها في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها. فيما استعرض كايزر الجهود التي تقوم بها الشركة لتدريب الكوادر المصرية في مجالات الكهرباء والإلكترونيات، لافتا إلى بدء الشركة في إنشاء مركز لها للتدريب المهني في مصر.
وكان الرئيس قد أجرى زيارة مفاجئة للكلية الحربية تفقد خلالها مراحل الإعداد البدني والمهاري للطلاب. تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل كبير وتوفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات، هذا ما أكده الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع آن ليندي وزيرة التجارة والشؤون الأوروبية بالسويد، مشيرا إلى ما تم إنجازه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، متطلعا إلى زيادة حجم الاستثمارات السويدية في مصر والاستفادة من الخبرات السويدية والتعاون فيما يتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.